الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا إن قلت وما أعدادهم، إن قلت وما أعدادهم، الجواب إن الملائكة إن الملائكة لا عدد لها، فلا يعلم عدد جنود الله عز وجل من الملائكة إلا الله، فهم أعداد كثيرة لا يحيط بهم العد، ولا يعلم عددهم على الحقيقة إلا الله عز وجل، كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن قلت وما برهان قولك هذا، فأقول البرهان على ذلك عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال ثم رفع لي البيت المعمور، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه، وهذا دليل على كثرتهم. بل ما من رحم إلا وقد وكل الله عز وجل به ملكا. وكذلك الكرام الكاتبون الذين يكتبون أعمال العباد، فما من عبد إلا وعنده كاتب للحسنات وكاتب للسيئات. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلو أنك ضربت 70,000 في 70,000 لخرج لك الناتج 4,900,000,000 ملك، هؤلاء هم الذين يجرون جهنم يوم القيامة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، ولك أن تتصور سعة السماء، وليست السماء الدنيا فقط، بل السماء الدنيا والتي فوقها أيضا، والتي فوقها أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد أو راكع أو راكع. فإذا لا يستطيع أحد أن يعد الملائكة أبداً.